السلام عليكم الأصدقاء، أخباركم بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير. هذا أجواء ما قبل السحور، مدينة أصيلة، الهدوء والسكينة. شارع الحسن الثاني، المرة سمى شي دويرة. إذا مرحبا بكم معايا. جامعة حسن الثاني، شارع المهدي بن تومارت، قمر ضاوي. سبحان الله، قمر بدر مكتمل ما شاء الله. الدرب اللي كانت كتسكن فيه ميمونة الله يرحمها، الناس بالحومة راه يعرفوها، حتى الناس الأصيلة اللي قدامين راه يعرفوها. شارع الإمام الأصيل هذا، ساحة الزلاقة، شارع الحسن الثاني، قهوي آخر قهوي كيشدو دابا، باب الحمار، شارع الحسن الثاني، شارع أحمد الحساني ديال الله الرحمة،
الهدوء يا أخي. هالنفر كتسمعوه؟ هادي ديك جيه ديال الحمام التجاري. الحمام التجاري واد هياك واد. الحمام ديال الغياتي هادي ديال الحمام الغياتي. ها الطبل، ها جينا مع الطبل دابا. الطبل سحور كتسمعوه؟ الطبل سحور. ها هو صديقنا معلم طبل سحور. تبارك الله عليه ما شاء الله كيجري. نحاولوا نلحقوا كيجري. بارادا بارادا ساحة محمد الخامس.
هذا المسجد بن عيط، جامع بن عيط. هذا الإخوان كنقولوا له هنايا الفنار، هذا المصباح هذا اللي معلق اللي متثبت في الحيط الفنار، هذا هو الفانوس. دابا حنايا في رمضان جا هو هذاك الفانوس ديال رمضان. القريقية إن شاء الله تنشي نهار يكون عندنا الوقت ونطلع عليها في الليل، إذا نعقلبوا بحنا على اليمن. دابا هاد الباب اللي مشدودة كنا غنكملو الطريق ديالنا نيشان، دابا غنضطرو نقلبو على اليمن. ماشي دابا ماشي على اليوم، هادشي راه من سنين وما كيشدو هاد الباب هادي على بكري. مع العلم ان هذا مكان عمومي، هذا ممر عمومي ملك الجميع، ما عرفتش علاش كيتصرفوا فيه كما بغاو، هذا راه ملك عمومي هادشي، هذا ما خصكش تشدو. الفانوس يا الفانوس، فانوس رمضان. سنقط برصيصات الزناقي ديال مدينة قديمة تطوان كيشبهو هنا الزنقة هادي. هذا هنا الطيقان شي طليلة على البحر ونمشيو بحالنا. الدراري تبارك الله مشحفين هنايا، الرياس قصارين هنا، حتى هو الجو سبحان الله ديال الصيادة، الجو ديال الشرهوب وبرداع والدرعي. البحر محرك دابا شوية، كيفك على الفراجة إن شاء الله، نتمنوا لهم التوفيق. الضبابة تحركت الضبابة جوج دقايق مقبلة. والإخوان كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذه الجولة المتواضعة، وما تنسوش إعجاب إذا عجبكم الفيديو، إعجاب وشاركوه مع الأصدقاء ديالكم والأحباب والعائلة اللي بعادين على المدينة ديالهم، بعادين على المغرب وبعادين على هذه الأجواء هذه. كنتمنى نكونوا كنقربوا لكم الصورة ولو بديك شيء بسيط، الحمد لله. المهم هو الرسالة توصل، وكنتمنى لكم أوقات سعيدة، الصحة صحوركم، ورمضان مبارك، وتقبل الله منا ومنكم، السلام عليكم.